الخرقوم بلدي او الكركما هو عباره كما كنقولوا هي واحد النبته طاقيه ايجابيه. يعني واحد النبته اللي كتستعمل في عده حضارات منها الحضارات الهنديه الصينيه الفرعونيه. فالكركما اللي فيه ماده الكركمين، الكركمين هي من المواد اللي كتحسن الدوره الدمويه، المواد اللي اللي كتعاوننا نتخلصوا من الفضلات، كتعاوننا نتخلصوا كذلك من السموم، والمواد اللي كتحافظ لنا على على داك الاكسجين النافع في البشره ديالنا. لان كاين واحد النوع ديال الاكسجين الضار او الاكسجين السلبي اللي كيمكن ياثر لنا على البشره ديالنا. فهاد الكركمين من المواد المهمه، فهي كتصلح اكيد انها واخا ما يكونش عندنا بقع في البشره ديالنا، الا درنا واحد الماسك ديال معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، الماسك اللي كنعطي اللي فيه 3 المعالق كبار ديال العسل الحر ومعلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو، فنخليوه مده ديال ثلث ساعه ومن بعد نغسلوه. فمن غير توحيد لون البشره فهو كيعطي النضاره، فهو كيحسن الدوره الدمويه وكيخلي البشره ديالنا دائما كتحافظ على الشبابيه ديالها. وفي هذه الحاله الا ما عندناش البقع، هذا الماسك هذا نستعملوه مره واحده في الاسبوع كافي. بحال كنقولوا حنا كنديروا لومانتي، يعني كنديروا كما كنقولوا حنايا كنحافظوا على البشره ديالنا. نعم. وبالنسبه للوصفه دكتور عماد اللي تكون صالحه لجميع انواع البشره تقريبا وتساعد على يعني تجديد الخلايا، نعم، شد البشره، نعم، لجونة الحفاظ عليها، مرحبا. فهنا غادي نعطي واحد الكريمه، نعم، يمكن نستعملوها في الصباح وفي الليل، ونستعملوها يعني غندهنوها في الصباح وغندهنوها في الليل. الكريمه ديالنا كناخذوا فيها معلقه كبيره ديال زيت زريعه الكتان البيل دولا، غناخذوا جوج معالق كبار ديال زيت البرتقال، معلقه كبيره ديال زيت النافع، نعاودوا اذا مقادير. معلقه كبيره ديال زيت النافع، الويل دانيس، جوج معالق كبار ديال زيت البرتقال، الويل دو فلور دورونج ولا الويل دورونج، ومعلقه كبيره ديال زيت زريعه الكتان الويل دولا. غنزيدوا عليهم 4 المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. شحال الكاريتي؟ 4 ديال المعالق كبار زبده الكاريتي وزبده الشيا، البور دو كاريتي ولا البور دو شيا راه نفس الشيء. اذا هاد الخليط كامل كنغليه كنحطوه في حمام مريم وكنخلطوه حتى كيذوب مزيان، نحصلوا على واحد الخليط متجانس يعني اللون ديالو موحد، كنخليوه يبرد. الكريمه اللي كنحصلوا عليها كتولي كريمه صباحيه او يوميه كندهنوها في الصباح، وكريمه ليليه اللي كنديروها في الصباح وفي الليل وما كنقطعوهاش، وهكا كنحافظوا على الحيويه ديال البشره ديالنا والكولاجين ديالنا. يعني ممكن السيده ديرها وتخرج ما فيهاش اشكال، ماشي مشكل، ما عندها حتى شي علاقه باشعه الشمس. نعم، ونديروا عليها الواقي الشمسي. نعم، نديروها هي الاولى ونتسنى واحد نص ساعه ونديروا الواقي الشمسي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.